في التعاملات المبكرة يوم الاثنين سجلت الأسهم الأوروبية أكبر هبوط لها خلال 3 أشهر، أي منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. كذلك التعاملات في الأسواق العالمية من بينها الأسيوية والأمريكية تأثرت بموجة بيع الأسهم والسندات بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، والتي أدت لارتفاع عوائد سندات الخزينة الأمريكية وارتفاع مؤشر تقلبات السوق الذي فاق 15%. هذا ويترقب المستثمرون في العالم وبينهم الأمريكيون بقلق كبير الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل المركز الأمريكي الأسبوع المقبل.